مزارع المغرب. معا نرتقي بالقطاع الفلاحي. السلام عليكم الاخوان المتابعين، مرحبا بكم في الحلقه هذه ان شاء الله غتكون استثنائيه. كنعتذر لكم الغياب، ظروف خاصه كما كتشاهدوا، وعفو الاخوان المتابعين بالقناه، فتوفاكم والدي مؤخرا، ندعو له بالرحمه والمغفره والثبات، ونتمنى ان شاء الله ان تكون كتستافدوا معنا من هذه الفيديوهات وتكون صدقه جاريه على الوالده الله يرحمها ويغفر ليها ويغفر لجميع المسلمين، ونعم الام ونعم التربيه صراحه. فان شاء الله لله ما اعطى ولله ما اخذ. الاخوه الكرام، كنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم والتعازي ديالكم صراحه، جزاكم الله خيرا. وكنعتذر الاخوان كاملين اللي كيعرفوا لنا وكنجاوبوهم، صراحه كنتاسفوا اننا ما كنجاوبوكمش حيت كنا مشغولين، وكنقراو التعاليق بعض المرات صراحه، كنقراو التعاليق وما تنقدروش نجاوبوكم، ظروف خاصه عندهم الله يجزيكم بخير. هذا ما كان كما وعدناكم باننا غنشاركوا معكم التجارب ديالنا فيما يخص التربيه الطائره السمان. الحمد لله السمان ديالنا صبرت اصبح بعمر 47 يوم، من التحيطات اللي كنا بارطاجينها معكم راه كلها بعناها، خلينا منها واحد تقريبا 200 كونتا، ندير معها 50 عاديه ديال انا عفوا 50 ديال جامبو، واحد 150 عاديه كما كتلاحظوا معنا في الصوت الفيديو، انا ديما لكم دابا نيت وريها لهم عاد كيشوفوها. قال لك كاتوني اليوم جبتهم الاقفاص ديالهم، مازال نفس ما كملتلهمش الجديد، ولا جبتهم الاقفاص حيت الحين اللي بقى غير بريكولاج، الا كنصطالي الشرابات ديالي كنصطالي المسائل ديالي مازال. كما كتلاحظوا الاخوه الكرام، لاحظوا معنا في الصوره هنا، يلاه دابا تنقدهم كما قلنا لكم هنا، مازال ما صراحه ما كملتهمش الرجلين، مازال ليا شباكي اخرين جايين حتى نصوبو، يلاه المهم دابا حنا غير ديبانيهم، ها هما غير ديبانيهم، ايوا هذا ما كان، كنبغيو نشاركو معكم التجارب ديالنا، حيد عطاكم الضوء هنا، فاهم، هذا هو. غادي نوريكم ان شاء الله واحد 600 انثى في عمر ديال هاد 30 يوم، كاين شي حاجه منها جامبو في العمر ديال هاد 30 يوم، عندنا شي حاجه منها جامبو، عندنا شي حاجه منها العاديه، خلاص عندنا البحال اللي تحت فين كنفقسو وكنحضنو، واللي بعد كنطلعو حيت حيدنا هذاك الخرج غنطلعو هنا كما كتلاحظو معنا، كاين 600 انثى. ها هي كاين 600 كونتا ديالهم، كاين جامبو كاين العادي، كاين في عمر ديالهم 30 يوم، غادي نخليكم معنا ان شاء الله، غادي نحاولو نطلقوهم هنا، هنا غادي نكبرو، هنا غادي نوجدو معاودين ان شاء الله، غادي تخليكم معنا في الفيديو، غادي نوريكم هاد 600 هادي غادي نطلعوها ان شاء الله، وغادي نديرها الشرابات، وغادي نديرها الكبات ديالها، وغادي نقدوها ان شاء الله كاملة، هذا نبدا. السمان الاخر فاحنا بهذا الاناث تقريبا ب 10 دراهم، الاناث عندهم 45 يوم بعدهم ب 10 دراهم، والذكوره كندوزهم ب 10 دراهم بالوزن الكلية والكونسوماسيون، والاناث خلاص دور ديال الشموع كبير، الاناث مليارات دور ديال الشموع. المهم هاد 600 ان شاء الله غادي نعاودو نبيعو منها واحد 400، وغادي نخليو منها غير 200 اخرى، حيت عندي تفقيته اخرى جات لنا والبارح، نتمنى من الله الناس يخاف فيها ويبارك لنا فيها وتوجد لنا كما ذكرنا هذه التفقيته تخدم لنا، غادي نعاودو نهزو منها 200، وكل تفقيته غادي نهزو منها 200، كل تفقيته وفق البرنامج ديال السفرنا، كل تفقيته غنهزو منها 200 بالإناث. دابا ملي غنوجدو لنا هاد واحد 10 ايام ان شاء الله، غادي نجيبو الرجلين ديال الباب والناقص ديال الوسط، غادي نهزوهم غادي نحتاج طويل، وهادو عاوتاني نفس العمليه وحنا غاديين دابا بالضبط حتى نجدو جميعين ان شاء الله. هذا ما كان، وما تنساوش تابونا معنا وتفعلوا الجرس باش تشوفكم كل ما هو جديد ان شاء الله. خليكم معنا راه مازال الفيديو طويل ان شاء الله، حتى نطلعوا علينا في الفريق ونعطيو ديالكم ونشربوا. هذا ما كان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الاحبه الكرام المتابعين قناه مزارع المغرب، حنا معكم من جديد في المغرب الشهري، ونحن قسمنا هذه الاناث ديالنا تقريبا كما 600 انثى حوالي 150 دكار، 600 انثى. وكما كتلاحظوا الاخوان هنا هذا بلاصه استمنا عليه، هذا صافي نخليه هنا،
كما كتلاحظوا الاخوان الكرام هنا عندنا جنبو والسم العالي ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. هذا السمان جامبو، هذا الايات جامبو ما شاء الله. وعندنا السمان العالي هذا يعتبر كما كتلاحظوا معنا الاخوان الكرام سمان عالي، ايات سمان عالي. ايوا هذا ما كان هذا الله. وهنا غادي شويه بشويه عاوتاني عندنا واحد الحقيقه اخرى ان شاء الله غادي نشاركوها معكم حتى هي. وهنا غادي السمان ديالنا راه ان شاء الله غادي ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله ولا قوة الا بالله. احنا غادي نغرق الحمد لله. يلا شكرا لكم على المتابعة وما تنساوش تأبونا معنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. واعذرونا إذا بغينا عليكم إذا ما تشاركوناش معكم شي حاجة. وكما كتعرفوا كتعرفوا البريد الإلكتروني ديالي أو الهاتف ديالي ممكن تراسلوا معايا عن طريق الواتساب. إن شاء الله نجاوبكم على الأسئلة ديالكم على الرسائل ديالكم إن شاء الله. ولا كاين شي سؤال أو شي سؤال أو شي مشكل كيواجهكم تقدروا ديروا في الواتساب تخليو لي ميساج إن شاء الله غادي نجاوبكم بحول الله. أما التعالى اليوتيوب راه صح هذا كانش عندهم راهم ولكن بعض المرات تكون شغل ما تبقاش كتسألني نجاوبكم هذا مكان والله يوفق الجميع والله يعاونكم. ما تنساوش السمان راه فيه الخير والبركة فيه السمان شرط أنك تعرف كيفاش تخدم خاص السمان الحمد لله هو اللي لها الهم من الأشوار اللي يمكن أن تخرج هذا مكان. يلا كنتم في رعاية الله تشاو. دخلت في الفيديو الأخير بعدا السلام عليكم. صافي الله خويا عبد الرحيم صافا مزيان